سفر الخروج اصحاح 18. فسمع يثرون كاهن مديان حمى موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه، ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. فاخذ يثرون حمى موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم، لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة، واسم الاخر اليعاذر، لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يثرون حمى موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله. فقال لموسى انا حموك يثرون اتي اليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل الى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق، فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الله، الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. وقال يثرون مبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون الذي انقذ الشعب من تحت ايدي المصريين. الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فاخذ يثرون حمى موسى محرقة وذبائح على الله، وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى امام الله. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء. فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الامر الذي انت صانع للشعب؟ ما بالك جالس وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح الى المساء؟ فقال موسى لحميه ان الشعب يأتي الي ليسأل الله، واذ كان لهم دعوة يأتون الي فاقضي بين الرجل وصاحبه واعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمى موسى ليس جيد الامر الذي انت صانع، انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لان الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك. الان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله وقدم انت الدعاوي الى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين امام الله امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذو قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العسرة يجؤون بها إلى موسى وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى الى ارضه مجدا للثالوث الاقدس. ناخد دية كده نبص في الاصحاح ده تاني ونحاول نشترك فيه مع بعضينا تأملاتنا او اسئلتنا. شفنا في المرة اللي فاتت الحروب اللي ربنا بيحاربها عنا والحروب اللي لازم ربنا يحاربها فينا، والطريق للنصرة من خلال الايدين المرفوعة في الصلاة على شكل الصليب. وفهمنا معنى عماليق اللي بيحاول يعطل الانسان من المسيرة او في الطريق الروحي. بعد ما الشعب اكل وشرب وحارب وانتصر
بيبتدي الكتاب المقدس او موسى يحكي لنا عن موقف حصل قبل ما يستلم الشريعة وقبل ما يصعد للجبل من اجل ان هو يستلم الوصايا العشرة من ربنا، ان في زيارة او في لقاء تم بينه وبين حماه يثرون. والكتاب المقدس لما يذكر شيء اكيد عايز انه يوصل مفهوم او معلوم او شيء معين للانسان، ما هوش مجرد حكاية. ايه اهمية ان حماه جاله وقابله؟ اكيد في شيء معين الكتاب المقدس عايز يعمل ضغط عليه او يوجه انظارنا ليه، ان في اللقاء ده في معاني كبيرة جدا للانسان لابد ان هو يتعلمها او ياخد باله منها. احنا شفنا ان موسى من بعد ما شاف ربنا في العليقة وقال له روح لارض مصر لطلع شعبي، اخذ صفورة واخذ ابنيه معاه، وعارفين الحكاية ان الملاك قابل موسى في الطريق وطلب انه يقتل موسى لانه كان رايح يحمل رسالة لله ويحمل عهد الله للشعب من غير ما يكون هو عايشه، لانه ما كانش خاتن ابنه. وبعدين موقف صفورة ان هي اخذت سكينة وختنت ابنها ومست الرجلين بالدم وقالت انك عريس دم لي، وبكده قدر موسى ان هو ينجو من الموت او من الملاك المهلك. حس موسى ان صفورة وولاده هيبقوا معطلين ليه للعمل بتاعه. قد تكون صفورة هي اللي اقترحت ان بلاش نختن الولد لألا يتعب او خافت عليه، لكن لما هو حس كده ان في تعطيلات بسببهم رجعهم مرة تانية، وهو راح لأرض مصر لوحده. عشان كده في كل الضربات العشرة وفي كل ذكر للخروج ما نلاقيش أي أخبار لصفورة ولا لأولاد موسى. لكن لما الشعب دخل لأرض سينا وبرية سينا وسمع حما موسى إن ربنا عمل معهم أعمال وإن موسى رجع لأرض سينا مرة تانية، والمديانيين كانوا ساكنين في سينا، راح تقدم واخد صفورة وولاده الاثنين. اول واحد اسمه جرشوم، معناه ايه؟ ها نقرأ في عدد 3. كلمة جرشوم معناه غريب، لان ده كان اول ابن ليه انجبه لما هرب من ارض مصر وراح سكن في مديان، فحس ان ربنا بيديله في الغربة فسماه جرشوم يعني غريب. وتاني واحد سماه أليعازر، وكلمة لعازر أو أليعازر معناها الله عوني أو معونتي من الله. ألي من إلهيم وعذر من عون. كان اختباره الحلو حتى في سنين الغربة اللي اتغربها في أرض مديان لما كان بيشتغل راعي غنم، إنه ما فقدش شعوره بحضور ربنا في حياته، ان ربنا بيشتغل معاه. الله عوني، فاتكلم عن غربته واتكلم عن المعونة بتاعته. فجابهم يثرون اللي ليه اسم تاني اسمه ايه، حد فاكر لما كنا بنقرأ في خروج 2 اسمه ايه الاسم التاني؟ رعوئيل. في الكتاب المقدس تملي نلاقي ان الاشخاص ممكن يلوهم يكون ليهم اكتر من اسم، فكان اسمه اللي تسمى بيه في الاصحاح الثاني رعوئيل، والاسم اللي بيتسمى بيه في الاصحاح هنا 18 اسمه يثرون. فاخذ صفورة واخذ الابنين وذهب ان هو يقابل موسى، وبعت له قال له انا جاي ومعايا امرأتك وابنيك. فشوف الموقف اللطيف بتاع موسى في عدد 7، يقول فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله. موسى خرج وعمل ايه؟ وسجد لحماه. لو تلاحظوا موسى ده اللي هو الاول بتاع الشعب، الرئيس والقائد اللي صنع اعمال جبارة لدرجة ان اخبار الاعمال اللي عملها بترن في كل برية سينا وفي كل القبائل وفي كل البلاد. لكن في موقف لطيف وفي اتضاع حلو يورينا معدن موسى ده هوت،
قد ايه موسى كان انسان مضطدع ان هو يطلع ويسجد لحماه. والسجود هنا بمعنى سجود الاحترام مش سجود العبادة. لكن كعادة الشرقيين ان هم كانوا يسجدوا لبعضهم سجود احترام دليل على الخضوع والاتضاع. وهنا تبان اصالة موسى في اتضاعه وفي احترامه للاخرين بالرغم من الاعمال اللي تمت معاه. ده احنا لو واحد فينا بس يعني اتمدح شوية او الناس يعني شكرته يبتدي يتنفخ ويحس بقيمته. لكن ده بالرغم من الاعمال الجبارة اللي عملها وربنا صنعها دي، لكن ظل في اتضاعه واحترامه لحماه. ما كانوش 80 سنة بساط ان ربنا يقعد يخليه ويفرغه ويأدبه ويهذبه. ده 80 سنة اتعلم فيهم لانه هيعمل اعمال عجيبة وانه هياخد مدح كبير جدا. فكان لازم ربنا يحفر له اساس حلو خلال 80 سنة عشان يقدر يستحمل المجد ده. عشان كده في اتضاع حلو قابل حماه وسجد له. ده موسى يعني لما بيتكلم كده عنه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين اصحاح 11 يقول انه ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، وبص لكل كنوز وخزائن مصر واحتقرها، مش في كبرياء ولا في تعالي، لكن احتقرها في ايمان وثقة في ربنا وحب في ربنا. كان بالرغم من مركزه الجبار ده واحد بيقود 600,000 ماشي، 600,000 راجل غير الاولاد والنساء، ويجي له حماه فيقبله. الاصحاح ده فيه علاقات بين الناس بعضيها وبعض ازاي تكون. مش قال لك اكسر عينه من الاول عشان ما يحطليش شروط زي ما الناس بتعمل، او اوريه مقدار سطوتي ومجدي، لان الناس حاسة من جوه بفراغ جواها، فكل واحد بيحاول يظهر على التاني او يفرض ارادته ويفرض شخصيته عن التاني لانه فاضي من جوه. لكن موسى ما كانش فاضي. موسى كانت نفس شبعانة، نفس عارفة عمل ربنا معاها. عشان كده كان في اتضاع حلو لطيف واحترام للاخرين. منسيش فرق السن، منسيش الجميل، ان الراجل ده هو اللي احتضنه وهو اللي خده لما كان هربان في البرية. وبعدين هما الاثنين ابتدوا يتكلموا مع بعض. يقول وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخل الى الخيمة. يعني كل واحد سلم على الثاني وسأل عن سلامته وصحته واخباره. وبعدين ابتدى يدور بينهم حديث، وبرضك بيدونا درس حلو في الاحاديث اللي بتدور بيننا وبين بعض في بيوتنا وفي لقاءاتنا. كلموا عن ايه؟ يقول فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من اجل اسرائيل، وكل المشقة التي اصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه الى اسرائيل الرب الذي انقذه من ايدي المصريين. ناس دخلوا اتكلموا مع بعضهم عن عمل ربنا، عن حلاوة ربنا وصلاح ربنا من اجل كل العمل وكل الخير اللي ربنا بيصنعه. ما عادش يتكلم انت عندك كم راجل جندي مسلح، وانت عندك ثروات قد ايه، وقدرت تاخد من فرعون كم ذهب وكم فضة وكم مركبات وكم وكم. ما عادوش يتكلموا في دي، لكن اتكلموا على قد ايه ان ربنا بيعمل عمل حلو في حياة الانسان اجل كل الخير اللي ربنا صنعه من اجل اسرائيل. كانوا حاسين ان ربنا صنع خير من اجلهم. اتكلموا عن الاختبارات الروحية، الصعوبات اللي لقوها من اجل المشقة اللي لقوها في الطريق. ازاي لما جاعوا قدر ربنا يسد الجوع، ازاي لما عطشوا ربنا قدر يسد العطش، ازاي لما عدو خرج يحاربهم ازاي حاربوه من اجل كل الصنيع وكل العمل. يسلم له الخبرات الروحية اللي اكتسبها، يسلم له معاملات الله معاه. مش في مجال حديثنا اللي بنحاول ان احنا نتكلم فيه تملي
او نلاصق بعضينا او نتملق بعضينا او نضحك على بعضينا بشوية كلمات ضعيفة، لكن دول كانوا بيتكلموا بعمل ربنا. يقول ان ياثرون لما سمع فرح بالخير الكتير اللي ربنا عمله لشعبه، فرح زي الآية اللي بنصليها في مزمور الغروب لما النفس بتختبر عمل ربنا معاها، وازاي ان ربنا ده حلو جدا وطيب جدا وصالح وقادر. يقول كده: عظم الرب العمل معنا فصرنا ايه؟ فرحين. يقال في الامم ان الرب عظم الصنيع معهم، عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. اختبار حلو كده لما الناس تقعد تتكلم عن معاملات ربنا واختبارات ربنا معاها، بدل ما بنقعد نتكلم في كلام كتير نتملق فيه ونناصق بعضينا بعض، ويرجع كل واحد تعبان من التاني ومتضايق من التاني وبيشتم في التاني. لكن في احاديث تسبب فرح لما النفس تحس ان ربنا عمل معاها، لما النفس تحس ان ربنا اختبر معاها، اختبر عمل عمل ليها فرح، فصرنا فرحين. وقال له: مبارك الرب اللي انقذكم من يد المصريين. وبعدين في عدد 11: يثرون الانسان الوثني المدياني يعلن اعلان لما شاف وسمع عمل ربنا مع موسى. يقول ايه؟ الان علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة. علمت ان الرب اعظم من جميع الالهة. اعترف ان ربنا هو الاعظم، فيش غيره اله، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. يعني كل شيء افترى به المصريين على ربنا، ربنا رده لهم. مسكوا اولاد العبرانيين وظلموهم ورموهم في النهر، قام ربنا غرق فرعون وجنوده فين؟ في البحر. اذلوهم بسخرة وقتلوا اولادهم، ربنا رد لهم كل اللي كان بيبتغوا بيه على شعبه. فخلى حتى يثرون يقول ان الله اعظم جميع الالهة. قام لقاء احنا بنتكلم فيه مع ناس، الناس دي بتخرج وتقول ان ربنا فعلا هو الاله وانه اعظم الالهة. ولا بعد ما نتكلم مع بعض يقول كده: يجدف على اسمي بايه؟ بسببكم، بسبب احاديث ومعاملات مش قايمة على اساس الله. فاخذ يثرون حمى موسى محرقة وذبائح لله. مش بس بارك ربنا وشكر ربنا اله موسى، ده هو تقدم وقدم محرقات وذبائح. وبعدين جه هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى امام الله. هو نفسه كمان جايب محرقات وذبائح قدمها لربنا. لما ربنا حس ان هو بيعمل في مع ناس وربنا ليه وجود، لان في ناس مجدته لما حست بعمله معاها، فيقول قدم محرقات وذبائح. وبالمناسبة دي ايه الفرق بين المحرقة والذبيحة؟ ايه الفرق بين المحرقات والذبائح بالظبط؟ المحرقة تحرق كلها الى الله باكملها، كلها تتحرق تقدم لربنا ذبيحة شكر او محرقة شكر للرضا والسرور. اما الذبيحة يتخذ منها اجزاء وتقدم الى الله، وياخد الانسان اجزاء منها وياكل، يشترك فيها في اكلها. واللطيف ان موسى وهارون واخواته ويثرون وكل العيلة، تعبير لطيف كده مش ممكن نعدي من عليه، يقول ايه؟ ليأكلوا طعاما امام الله. يأكلوا طعاما امام الله، يعني عاملين حفلة ووليمة. بس الحفلة والوليمة دي معمولة فين؟ قدام ربنا. وليمة معمولة امام الله في حضور الله. تعبير مسته. حتى وانتوا بتاكلوا فرحانين ومبسوطين ببعض، حاسين بحضور ربنا، بتاكلوا في حضور الله. النفس اللي اختبرت عمل ربنا في حياتها ما تعملش عمل الا في حضور الله. واحد جاي يسأل
او على حسب الاسئله الكتير اللي بتتسال، اروح عيد الميلاد الفلاني، اروح الحفله الفلانيه، اخرج معاهم الخروجه، اطلع الرحله دي، اشترك في العمل ده. اسال نفسك بدل ما تقعد تسال الناس اروح ولا ما اروحش. الحفله اللي انت رايحها والخروجه اللي انت رايحها امام الله، لو هي امام الله روح، لكن لو ربنا مش موجود فيها تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ايه؟ يتحول الانسان الى سطحية لما يغيب الفكر ده عنه. لكن مين فينا يعمل العمل ده هو باستمرار، انه في اكله وفي شربه وفي لعبه وفي فسحته وفي شغله يعمل كل الافعال دي امام الله في وجود الله؟ دول ناس فرحانين عاملين عزومة ببعضيهم، بقاله فترة كبيرة ما شافوش، لا شاف مراته ولا شاف ولاده ولا شاف حماه. مش نقول بقى نهيص ونفرح؟ هيصوا وفرحوا فعلا، لكن امام الله. الكتاب المقدس لما يذكر الكلمة دي ما هياش بسيطة. الانسان اللي اختبر وجود ربنا في حياته يعمل كل اعماله امام الله او في وجود الله. قبل ما تعمل اي عمل ايا كان اسأل انت بتعمله امام الله ولا ما بتعملوش امام الله. حتى لو بتغلط اغلط قدام ربنا. ايه الكلام ده؟ داود النبي لما غلط قال له كده، لك وحدك اخطأت والشر قدامك ايه صنعت، يعني انا غلطت ايه قدامك في وجودك. لما تغلط خليك برضك قدام ربنا، ما تهربش من ربنا، ما تعملش زي ادم وحواء لما غلطوا هربوا واستخبوا، ولا زي قايين لما غلط هرب واستخبى. لكن الشاطر ان حتى لما يغلط يغلط قدام ربنا، اصل لو غلط قدام ربنا هيتصلح بسرعه، هيقوم وينظف نفسه، مش هيستحمل غلطه قدام ربنا، ربنا هيمسكه ويسنده. فرق كبير. عارفين الابن الضال؟ تفتكروا الابن الضال ده لما رجع بيت ابوه وابوه لبسه الخاتم وحط له الحذاء في رجليه واداله الحله الاولى واكله العجل المسمن وفرح بيه جدا، تفتكروا الابن ده مرجعش يغلط تاني؟ اكيد غلط، اكيد غلط. بس في فرق بين ان انا اغلط وانا جوه البيت في وجود الاب، وفرق ان انا اغلط وانا بره البيت. لو غلطت وانا جوه البيت في نظرة الأب اللي تعاتب فتفوقني بسرعة، في حضن الأب اللي ياخد ويغفر ويسامح ويطبطب، في إيدين الأب اللي تقف وتشد وتشيل. عشان كده في فرق بين واحد هربان وحاجب نفسه عن ربنا، وبين واحد تاني حتى غلطته بيغلطها في حضور ربنا، ده بيقوم ويتصلح بسرعة، إنما التاني تبقى تصلحته ورجوعه صعب، صعب جدا. عشان كده كل عمل بيتعمل امام الله. من ضمن التدريب العملية اللي اختبرتها احد الكنائس اللي بتبشر بربنا بره في الخارج، ان في مرة من المرات الكاهن بتاع الكنيسة قال لهم احنا هناخد اختبار حلو نحاول ان احنا نعيشه. ايه هو الاختبار ده؟ ما الذي كان يسوع يفعله؟ يعني ايه؟ يعني قال لهم احنا قبل ما نعمل اي عمل هنسأل نفسينا العمل ده يسوع كان بيعمله، المسيح كان بيصنعه نعمله، لقيناه مش ممكن انه يعمله مش هنعمله. وعملوا ثورة في الكنيسة بتاعتهم بسبب هذا التدريب. ثورة يعني مش هاصوا كده، لا، ثورة في تغيير في الكنيسة. واللي خلاه يلجأ لهذا الفكر حتى لطيفة جدا، كانوا في ليلة عيد الميلاد بيصلوا مجتمعين، وكان هو في كنيسة غنية في منطقة غنية، كلهم رايحين متشيكين ولابسين نظيف ويعني وعمالين يرتلوا. وبعدين دخل في وسط الكنيسة واحد هدومه متقطعة، عامل من عمال من حي فقير من جنبيهم، كان باين عليه الإجهاد والتعب والمرض، وراح مترمي امام الكاهن ووقع ميت. فكان معناه يعني انتوا فرحانين وبترتلوا ولابسين وتروحوا تاكلوا وتشربوا، بينما جنبيكوا في ناس
تحت الفقر والجهل والخطية والمرض. يا ترى لو كان المسيح مكاننا هيعمل ايه؟ كان هيعمل اللي احنا بنعمله ولا هيبص للناس دول؟ فاخدوا عهد ان هم يسألوا نفسهم ما الذي كان يسوع يفعله، وألفوا كتاب عن اختباراتهم. واحد راجل عنده جريدة، الجريدة دي بتجيب له دخل كبير، بص كده في الجريدة لان الجريدة بتاعته فيها اعلانات عن خمور وعن ملاهي، فسأل نفسه سؤال: لو كان المسيح مكاني كان نزل الاعلان ده في جريدته؟ فكان الاجابة طبعا لا يمكن، راح لاغي كل الاعلانات دي. طبعا خسر كتير، فجي وقال لهم ادي خسارتي وادي اللي انا عملته، لكن انا فرحان باني بعمل عملي امام الله. وابتدى كل واحد في مجاله وفي مكانه وفي معاملته مع التانيين، فمعاملته مع زوجته او مع زوجها او مع اخواته، لو كان المسيح مكاني كان هيتصرف هذا التصرف؟ كان هيقول الكلمة دهية؟ كان هيخدع الخداع دهوت؟ كان هيحتقر الناس دي؟ ما الذي كان يفعله لما حطوا ربنا قدامهم وربنا كان حاضر وموجود؟ قدروا ان هم يسلكوا صح حتى بالرغم من الخسارات، لكن يتكلموا عن الفرح، يتكلموا عن الفرح بحضور ربنا وعن الشبع اللي لقوه في وجود ربنا. سؤال مهم: دول بياكلوا ويشربوا فرحانين برجوع بعض، لكن صمموا ان هم ياكلوا امام الله، امام الله، بدل ما نقعد نسأل نروح المكان ده ونروح الخروجة دهية ونعمل ونعمل. اسأل ربنا هيبقى موجود؟ لو موجود روح، لو مش موجود ما تروحش. ده الانسان اللي عايز يقول عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين، انسان بيختبر حضور ربنا او وجود ربنا. نتيجة ترقص، تقول نرقص ولا ما نرقص؟ سؤال محدش يقدر يجاوبه، لكن انت تسأل نفسك السؤال ده: ما الذي كان يفعله يسوع؟ عشان كده يوسف لما قال الكلمة الشهيرة بتاعته: كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، لانه كان شاعر بوجود ربنا وبحضور ربنا، عشان كده ما كانش سهل انه يغلط. اكلوا امام الله، ويسرون هنا ككاهن لان كان كبير العيلة او المتقدم في العيلة، يعتبر هو الكاهن اللي يقدم الذبائح زي ما شفنا في ملكي صادق، ما كانش من شعب الله لكن كان كاهن لله العلي، وكان لسه الكهنوت ما ترتبش وما نزلتش شريعته، لكن يسرون هو اللي يتقدم ويسعد محرقات وذبائح لله. وبعدين يجيله في اليوم الثاني يقول: وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء، فلما رأى حمى موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالس وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذ كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. قعد معاه يوم بس لأن الوضع صعب قوي، موسى الوحد واقف من الصبح لبالليل، وكل واحد عنده مشكلة، كل واحد عنده سؤال، كل واحد عنده شكوى عمال يجي يقولها. فلقى ان موسى تعب، والشعب ايضا كمان تعب من طول الايه؟ الانتظار. فقال له: ايه اللي انت عامل ده؟ الوضع اللي انت فيه ده انت مش هتكمل، وهم مش هيقدروا يكملوا معاك، مش هتقدر انت لوحدك تشيل حمل هذا الشعب. لكن الحاجة اللطيفة، نرجع بذهننا كده لموسى يوم ما جان عيد ميلاده الاربعين، يوم عيد ميلاده لما تمم الاربعين سنة، اللي خبط في مخه ايه لما كان عنده اربعين سنة؟ انه يطلع يفتقد شعب. فلقى المصري بيضرب العبراني، قتل المصري. تاني يوم لقى العبراني بيتخانق مع العبراني، فجي صالحهم راحوا قالوا له ايه: من اقامك
رئيسا او قاضيا ايه علينا. تجي تحكم علينا. مين اللي اداك ان انت تبقى رئيس وقاضي علينا؟ وتمر 40 سنة تانية لكن الكلمة تتم ان موسى يكون هو الايه الرئيس والقاضي والرئيس الوحيد. ربنا ده عجيب جدا في عمله. يعني هو بيحتفل بعيد ميلاده 40 كده يعني بيحط امليه وتطلعاته واشتياقاته وامله، امله انه يحكم هذا الشعب ويقوده للخلاص. ففجأة ان الشعب ده اللي كان حاطط امله عليه طار عليه وقال له من اقامك رئيسا او قاضيا ايه علينا، وهدلوا الامل. وبعد ما كان ممكن يبقى رئيس وقاضي بص لقى نفسه لمدة 40 سنة مجرد راعي غنم، محدش بيعبره، محدش بيديله اهمية. فانا يعني سبت كل كنوز مصر، كل الغنى وكل خيرات بيت فرعون عشان توصل لي المهامة ان انا افضل كده مش لاقي حد اكلمه راعي غنم. تحطم الامل، نفسيته كانت تعبانة جدا. ده كانت امنيته في عيد ميلاده انه يكون لهذا الشعب قائد، لكن الامل ده تحطم. لكن بعد 40 سنة تانية ربنا يعيد الامل. مش انت يا موسى كنت عايز تبقى رئيس وقاضي؟ اديك بقيت رئيس وقاضي، لكن بعد ما انا وضبطك وغيرتك واديتك امكانيات واهلتك. عشان كده حلاوة ربنا انه يعيد الامل للانسان مرة تانية في اللي هو عايزه، بس يحققه له صح ويحققه له بقوة. حققه له صح ويحققه له بقوة، ينظف له الامل بتاعه ده ويعيده له مرة تانية اشتياقاته. اديك يا موسى بقيت رئيس وقاضي، وكل الناس اللي في يوم من الايام قالوا لك من اقامك رئيسا وقاضيا علينا، كل بيجي ويسألك. ده هو ده عمل ربنا، انه يعيد الامل ويعيد الحياة مرة تانية. لما تفتكروا المرأة ارملة يايين اللي كان ليها ابن وحيد شاب، وكانت ارملة جوزها متزوج وفي وقت غير متوقع يموت ابنها الشاب، يموت الابن الشاب بكل ما يمثل من معنى لامه، كان املها ورجائها وهدفها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، كان كل حاجة في حياتها. فطلعت تعيط وتبكي لان املها حطم، فهي اتحطمت. فجالها المسيح وقال لها لا تبكي، رجع لها الامل مرة تانية، اعاد لها الحياة بمعناها مرة تانية. ما تبكيش، لان هي دي شغلة ربنا. ما كانش هدف المسيح انه مجرد انه يقوم واحد من الموت، لانه قام النهاردة رجع مات تاني يوم او عاش له 2 3 سنين ومات. لكن هدف المسيح انه يقول كده انما اللي اقدر اعيد للحياة معناها، ادي للحياة الامل مرة تانية. وهو بينفذ لموسى اللي كان يأمل حقق له الامل. وفي مقابلة لطيفة بقى بين موسى وشخص السيد المسيح. موسى رفضوه قالوا له من اقامك رئيسا او قاضيا علينا. وجه الوقت اللي ما كانش فيه قاضي ولا رئيس غير مين؟ غير موسى. كل واحد ليه احتياج، كل واحد ليه طلب كان يروح لموسى. نفس الوضع مع المسيح. المسيح اللي قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، واللي رفضوه وقالوا اسلوبه، هو الديان الوحيد اللي لازم كل واحد يقف قدامه ويعطي حساب، يعطي حساب عن كل اللي عمله، عن كل تصرفاته. في وقفة هتقفها لابد قدام المسيح. عشان كده يقول لدينونة انا اتيت لهذا العالم. هو الديان. زي ما كان كل واحد لازم يقف قدام موسى، لازم برضه كل واحد يقف قدام المسيح ليعطي حسابه. تخيلوا موسى برضك يقول للحمام، يقول له ايه اللي انت بتعمله؟ بيقول له انا باخد حاجتهم او طلباتهم وبقدمها لربنا، وباخد الكلام من ربنا واروح اقول لهم الكلام اللي ربنا ايه بيقوله لهم. يعني موسى كان وسط او شفيع بين
الناس مين والله. يعني تخيلوا هو واقف كده يجي لهم كل احتياجات الشعب يرفعها قدام ربنا، وبعدين احتياجات الشعب كتيرة، فيقف من الصبح بالليل ياخد يوصل لربنا وياخد من ربنا ويوصل للشعب ويرد على الشعب. كانت خدمة لسه الكهنوت ما كانش موجود، لكن هو اول واحد وقف في هذا الموقف، طلبات كتيرة جدا، وعشان يقدر يعبر عنهم كان لازم يعيشهم، يعيشهم اجتماعيا ونفسيا وروحيا وماديا عشان يقدر يحس بآلامهم وبطلباتهم. شغلانة صعبة جدا، اللي جايب له شكوى جاي يشتكي واحد، واللي جايب له احزان في قلبه زعلان، الشكوى لازم يحلها له والحزن لازم يعزيه، واللي جايب له هم شايله لازم يطمنه، واللي جايب له احتياجات هو عايزها لازم يسدد له احتياجاته، واللي جايب له خطايا هو عملها في حق الله كان لازم موسى يعايش، كان لازم يعايش الشعب ويشعر بكل احتياجاتهم. عشان كده كان بيتعب جدا، زي ما كان موسى شفيع لشعبه. بصوا بقى لشخص المسيح، بصوا لشخص المسيح اللي بياخد كل شكاوينا وكل همومنا وكل احزاننا وكل احتياجاتنا وكل خطايانا ويشفع من اجلنا. موسى كان بيكل وبيعيا لدرجة ان في سفر العدد وقف يعاتب ربنا ويقول له يعني لعلي حبلت بهذا الشعب، يعني انا ولدتهم وحبلت بيهم، تعبت من كتر تذمراتهم وشكاويهم واحتياجاتهم. لكن شوفوا المسيح، شوفوا المسيح في حلاوته وشفاعته بيشفع فينا ازاي وبيحس باحتياجاتنا ازاي. لو طلعنا الرسالة للعبرانيين اصحاح 4 يكلمنا عن مسيحنا. عبرانيين 4 عدد 14 صفحة 356 يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. خدوا بالكم من الآية دي لأنها مهمة. شوف قد ايه المسيح بيعيش نفس ظروفك، يرثي لضعفاتنا، بيشفق عليك لضعفك لأنه تجرب زيك في كل شيء، همومك وشكواك وأحزانك واحتياجاتك وخطاياك بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. قد ايه موسى كان بيحس بإحساس الشعب بتاعه، وقد ايه بالأكثر مسيحك بيحس بأحاسيسك، شكواك وهمومك وأحزانك ومتاعبك وخطاياك، قادر أن يرثي لضعفاتنا، مجرب مثلنا في كل شيء، عشان كده يقدر يشفع فينا قوي لأنه يعرف إحساسنا. افتكروا المثل ده تملي، لما يكون في عيان، واحد عيان واحد راح يزوره يقول له يعني ما يهمكش دي حاجة بسيطة يا راجل شوية تعب كده وايه ويخفه، تاني عمال يتألم يقول له اسكت اصل انت ما جربتش، ما تعرفش اللي جوايا، تقدرش تعزيني لانك ما جبتش التجربة زي. لكن ما نقدرش نقول الكلمة دي للمسيح، لان المسيح جاب التجربة مثلنا، هو الوحيد اللي يقدر يعزينا، هو الوحيد اللي يقدر يرثي لضعفاتنا، هو عارف قد ايه الشكوى وقد ايه الهم وقد ايه الحزن وقد ايه الاحتياج. ده حتى ان كان هو الراعي لكن ليه نفس طبيعه الخراف، خروف اخذ طبيعه الخراف عشان يحس بيهم،
عشان كده مهم جدا وحلو قوي ان احنا نبص لربنا في عمله شفاعته، نشوف قد ايه ان ربنا موسى تعب من كتر الحمل ومن كتر الشكوى، لكن ربنا لا، يقول كده في سفر اشعياء: في كل ضيقهم تضايق الرب. ربنا ما بيتعبش ابدا. في احد دار المسنين كاتبين لهم ايه كده شعار للبيت، الايه دي نطلعها في سفر اشعياء اصحاح 46 تورينا عمل ربنا ايه معانا. اشعياء 46 عدد 3 صفحه 1049 صفحه 1049: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقيه اسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، والى الشيخوخه انا هو والى الشيبة انا احمل. كاتب لهم الايه دي كده على الباب: الى الشيخوخه انا هو والى الشيبة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. يعني ربنا بيقول لي لنا دي شغلتي ليكم، دي عملي معاكم، من ساعه ما كنت في البطن وما كنت طالعين من الرحم لحد الشيخوخه ولحد الشيبة وانا شايلكم وانا احمل، ما كلتش وما تعبتش وما زهقتش منكم. هي دي وظيفه ربنا من ساعه ما اتكونت جنين جوه الرحم لغايه ما بقيت ووصلت للشيخوخه وربنا شايلك. لكن الانسان بيشك، فين؟ مش شايف، مش قادر يتمتع. يقول لهم كده: على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم. يقول عنه أشعياء في صح 40: لا يكل ولا يعيا. ربنا ما بيتعبش وما بيزهقش، عشان كده ربنا في شفاعته من أجلنا ومسحنا في طلبته عنا ما بيزهقش زي موسى. كل الشكاوي وكل التذمرات وكل الشكوك وكل الأوهام وكل المخاوف وكل الخطايا هو شايلها. عشان كده ما كانتش بسيطة ان يقول له اللص اليمين: ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. فهنا يظهر موسى كشفيع وكديان او كقاضي، رمز للمسيح كشفيع وكديان. نرجع للخروج تاني عدد 17 اصحاح 18: فقال حما موسى له: ليس جيد الامر الذي انت صانع انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لان الامر اعظم منك واكبر منك انك تقضي لكل الناس دول، لا تستطيع ان تصنعه وحدك. فالان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك. يعني النصيحه دي حديها لك، بس برضك محرص وانا اديها لك ان ربنا يكون معاك. كن انت للشعب امام الله وقدم انت الدعاوي الى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء 10، فيقضون للشعب كل حين، ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجؤون بها اليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. خفف عن نفسك فهم يحملون معك. ان فعلت هذا الامر واوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بسلام. يعني قال له اختار ناس، والناس دول ليهم شروط، وقسم رؤساء الوف وخمسين وعشرات ومئات يساعدوك في حكم الشعب وفي النظام، وانت خد القضايا الكبيرة. وبعد ما اشار عليه المشورة شوفوا التعبير اللطيف الحلو يقول ايه في عدد 23: واوصاك الله، يعني ربنا وافق لك على الكلام اللي انا ايه قلته لك. ما بيتكلموش كلام من عندهم، لكن ما يعملش حاجة الا ايضا في وجود الله وفي عمل الله. يقول له الكلام ده يعني ما تاخدوش مني كده، لكن شوف ربنا بيوافق لك عليه ولا لا. اوصاك الله،
وحط شروط للناس اللي يختارهم، وحددها بأربع شروط. ايه هما الأربع شروط؟ نطلع نشترك مع بعض. أول حاجة ذوي قدرة، يعني ناس كف عندهم مقدرة، مش أي حد تجيبه وتحطه. واحد ليه مؤهلات. تاني حاجة خائفين الله، يعني ربنا موجود قدامهم تملي. ثالث حاجة أمناء. رابع حاجة مبغضين الرشوة. وخدوا بالكم ان الرشوة مش معناها بس الفلوس، ما هو ممكن الواحد يترشي بحاجات تانية معنوية، شوية كلام مدح، بشوية مشاعر، بشوية عواطف. دول اخطر حاجة للرؤساء واللي ماسك منصب او خدمة عامة. يترون ده كان حكيم جدا وحط اربع شروط خطيرة. ذو قدرة يعني عندهم مؤهلات ليهم علاقة بربنا، المؤهلات دي مش منهم، من الله. امناء ما يقبلوش الرشوة، مش اللي يتمحلسوا لهم هم اللي يدوهم. وحطت له الشروط ويقولوا لو اوصاك ربنا وقال لك الامر ده اعمله ونفذه، اعمله ونفذه. فيقول فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذو قدرة من جميع اسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب. وهنا ايضا يظهر اتضاع موسى، انه بيقبل المشورة، وفي اتضاع حلو بيقبل الحكمة والكلمة والمشورة من الناس التانيين، بس تحت صوت مين؟ ربنا. ونفذ الكلام، ما لوشوش انت ايه اللي بتكلمني، ده انا اللي بتكلم مع ربنا فم الفم، تيجي انت تنصحني نصيحة تطلع ايه انت، ده انا اللي عملت وسويت. لكن لان معدنه زي ما اتكلمنا في الاول كان ربنا وضبه ونقاه وطهره، قبل المشورة. لكن يبقى موقف عجيب جدا فكروا فيه، يا ترى اللي عمله موسى ده صح ولا غلط؟ الناس انقسمت نصين، قالوا ما موسى كان ماسك كل حاجة في الخدمة ومموت المواهب اللي جنبيه وبيعمل كل حاجة بنفسه، وكان لازم يعمل كده ويوزع المسؤوليات، ده ناس غلطت موسى. ناس تانية غلطت موسى ان هو قال لربنا ارسل لي 70 شيخ، قعدوا يقولوا له لو كنت ما بتتذمرش وما كنتش بتطلب كنت انت خدت المجد ليك وحدك وربنا اشتغل بيك، وما كانش الروح اللي عليك اتوزع على 70. يعني ناس مدحوه وناس ايه ذموه. لكن هو ده المثل اللي قاله المسيح، ذمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم ايه طلطموا. لكن اللطيف في موسى انه ما قالش، لكن تبان غيرته وحلاوته في ربنا. اللي عايز يشتغل يشتغل، ده لدرجة ان في 70 شيخ لما جه ربنا حد من روحه وحط على من روح موسى وحط على 70، كان في 2 خارج المحلة يعني بره المكان، فرجم وحل عليهم الروح، فقام يشوع وقال له الحق ده في 2 بره وجم وحل عليهم الروح، اردعهما اموتهم عشان ما تمقوش الكلام ودخلوا جوه. فبطلوا موسى كده قال له اتغار لي، يعني انت غير لي، ياريت كل الشعب يكونون ايه انبياء الله. دي حاجة تفرحني، يعني يشوع حد كده يعني يغير لموسى، فقال له ياريت كل الشعب. لكن هو ده نقد الناس باستمرار، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا. شافوا يوحنا ما بياكلش وشافوا المسيح بياكل قالوا بيه شيطان، واتهموا يوحنا بالجنون. لا عجبهم كده ولا كده، لكن الجميل ان النفس اللي ماسكه في ربنا وعارفه حضور ربنا في حياتها هي النفس اللي تقدر تخدم بكل المجالات وبكل الايه الاشكال. لما وصل للحد ده ابتدى ربنا يعد الشعب عشان يستلم الوصايا العشرة. فنبتدي من اصحاح 19 الاعداد لاستلام الشريعة، ونبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ اتفضلوا نصلي.